لما رجعت لآراء الخبراء السياحة كان رأيهم إن بورسعيد بتحتاج إلى مولات ضخمة، يعني يكون فيها استثمارات علشان تجذب عدد كبير جدا من الناس، لأن هي منطقة الحقيقة ليها ميزة في المنطقة الحرة، ودي مش موجودة برضه في أي محافظة. كان في برضه بعض الآراء بتشوف إن إحنا محتاجين إن إحنا نرجع عبق التاريخ زي شارع فلسطين المشهورة بيه، ممر ديليسبس، تطوير الحدائق والمتاحف. إحنا عملنا إيه في هذه النواحي؟ وهل ممكن يبقى عندنا مثلا ملاهي مائية؟ يعني دي من ضمن الأطروحات اللي كانت من خبراء السياحه. طبعا انا بشكرك على السؤال ده، عشان السؤال ده كان فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه في 2019 ان احنا محافظه بورسعيد محافظه كانت مشهوره بالتجاره كمنطقه حره. بس لغايه وقت قريب قوي ما كانش فيها مول واحد بورسعيد يجمع اشكال التجاره المختلفه او الانشطه التجاريه المختلفه. الحمد لله احنا عملنا في محافظه بورسعيد داون تاون محافظه بورسعيد، هو مجمع الاسواق اللي هو عباره عن سوق السمك وسوق البازار، وبالاضافه لسوق الملابس الموجود، مول الملابس الموجود، بالاضافه لجراج متعدد الطوابق ده بعملها الداون تاون، ده انتهينا منه الحمد لله بالسنه دي. ده بالاضافه ان احنا عملنا طورنا وانشانا مول اسمه مول الفارما للتجاره المتنوعه موجود عندنا في محافظه بورسعيد، بالاضافه ان احنا تم تطوير معظم المحلات التجاريه الموجوده في محافظه بورسعيد، وتم تطوير شارع فرح البحر اللي بنسميه شارع عاطف السادات. ده بالاضافه ان كان شارع فلسطين ده شارع تاريخي، لو شفنا الافلام القديمه في الستينات والخمسينات كنا نشوف شارع فلسطين ده كان موجود على طول في الافلام القديمه الموجوده. ان يعني لما النشاط التجاري غلب على بورسعيد انشانا في الثمانينات المحلات ديت يعني اخفت قناه السويس عن اهلنا وعن الممشى الجميل دوت. الحمد لله رجعنا شارع فلسطين كمرحله اولى وشغالين في حاليا دلوقتي في عمل تطويره، بالاضافه تم انشاء ساحه مصر، ساحه عظيمه جدا، كان دايما احنا بنقول احنا بنروح بنزور ديليسبس، فاحنا انشانا في هذه المنطقه ساحه مصر، الساحه ديت حاجه عظيمه جدا، وانشانا فيها تمثال مصر ام الدنيا عباره عن الست المصريه العظيمه اللي ماسكه بايدها الشمس المجنحه، الشمس الفرعونيه المجنحه اللي بتدس العالم كله ثقافه مصر العظيمه، بحيث اي سفينه بتعدي في قناه السويس سواء شرق التفريع ولا سواء في القناه القديمه الموجوده بيشوف عظمه مصر الموجوده بالام المصريه اللي ماسكه الشمس المجنحه الفرعونيه. طيب بالنسبه للمحلات اللي كانت موجوده هناك يا فندم راحت فين؟ في محلات كان فندم اللي هو كان مقابل الانتفاع بتاعها انتهى. وفي محلات مقابل انتفاعها بتاع لغايه 50 سنه. فاحنا نقلنا اللي عندهم 50 سنه عشان ما حدش يتضرر، يعني حرام. لا طبعا لا ضرر ولا ضرار. ال 50 سنه نقلناهم في مكان اخر في نفس المكان شارع فلسطين، بحيث ان احنا هنطور 50% من شارع فلسطين وهنسيب الجزء الثاني للمحلات الثانيه عشان برضه مش حد يتضرر منه.